حالة من الترقب والهدوء الحذر تسود في مدينة عفرين السورية شمال غرب حلب الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له. يأتي ذلك بعد إعلان سلطات الاحتلال التركي فرض حظر تجوال في المدينة يشمل المدنيين وعناصر الفصائل المسلحة التابعة لها. مقرات الفصائل تشهد حالة استنفار شديد بعد إعلان الحظر، فما تسمى بقوات المهام الخاصة لجيش الاحتلال التي استقدمت مؤخرا لترسيخ هيمنة الاحتلال على المنطقة تعتزم القيام بحملة تمشيط وتفتيش في عفرين تشمل مقرات بعض الفصائل المسلحة في ظل قطع كامن للاتصالات عن المدينة. في الأثناء تتوارد الأنباء عن وجود تحضيرات لمداهمة مقرات تابعة لما يسمى بتجمع أحرار الشرقية الذي كان قد سلم قبل أيام سلاحه إلى ما يسمى القضاء العسكري بريف حلب، معلنا بذلك حل الفصيل المكون من أكثر من 800 عنصر بعد مضايقات من سلطات الاحتلال التركي والفصائل التابعة له تعرض لها على خلفية معارضة أوامر الاحتلال الذي منع الاشتباك مع قوات النظام السوري وحلفائها في ريف حلب الشرقي. المدعو أبو خولة قائد أحرار الشرقية أكد أنه جرت عدة محاولات سابقة لمحاصرته فضلا عن تهديده بالاعتقال قبل أن يسلم السلاح ويعلن حل الفصيل.